استاذ انجي تعرف على حضرتك. انجي حمدي عضو المكتب السياسي بحركه 6 ابريل وعضو مؤسس. أثرت في الحركة في الشارع أثناء الانتخابات ببعض الأشياء وعلى الأرض الواقع، المرحلة القادمة إيه هي الخطوات اللي هتعملوها على الأرض الواقع؟ باب الضغط الضغط على المجلس أو على في تحركات طبعا بدايتها من بكرة، في تظاهرات، في مسيرات، وإحنا بندعي كل الناس إنها تشارك في التحركات دي علشان يرفضوا الإعلان الغير دستوري، علشان يبقى عندنا رئيس منتخب زي ما انتخبناه يبقى له كل الصلاحيات، عشان ما نيجي نحاسبه ونحاسب الرئيس ما نحاسبش رئيس شكلي ويكون المجلس العسكري برضه هو اللي بيدير. إحنا دلوقتي عندنا رئيس، وبالتالي على المجلس العسكري الرحيل ومحاسبته قبل الرحيل، إن الدستور ده هو بيعمله عشان يأمن نفسه، بيعمله علشان هو اللي يحدد صلاحياته يدي لنفسه كل الصلاحيات علشان يأمن نفسه من الخروج اللي سموها خروج آمن، مع ان ما فيش خروج آمن لمجرم تسبب في مقتل واستشهاد العديد من الشهداء والمصابين في احداث كبيره جدا، بالون ومحمد محمود ومسبيرو وغيرها، شهداءنا دمهم مش رخيص، هنجيب حقهم بالقانون. وبالتالي إن لو المجلس العسكري عايز يأمن نفسه كخروج آمن، يأمن صلاحياته، يأمن نفسه ان هو بيدير الدوله من ورا ستار، الستار ده يبقى هو الرئيس المنتخب ويكون رئيس شكلي، فده مرفوض. وبالتالي في تحركات بدايتها من بكره للاعلان الرفض الاعلان الغير دستوري في ميدان التحرير وغيرها من الميادين في كل محافظات الجمهوريه، اللي بندعي الناس انها كمان تشارك معنا وتنزل انها ترفض عسكره الدوله.